كما ادانت جمهوريه باكستان الاسلاميه بشده العمل العدائي الغادر الذي استهدف منتسبي قوه الواجب التابعه لقوه دفاع البحرين على الحدود الجنوبيه للمملكه العربيه السعوديه والذي ادى الى استشهاد ضابط وفردين واصابه اخرين واوضح بيان صادر عن المتحدث باسم وزاره الخارجيه الباكستانيه ان جمهوريه باكستان الاسلاميه تقدم احر التعازي الى مملكه البحرين وشعبها واسر الشهداء متمنيه الشفاء العاجل للمصابين